تسع بالضبط، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. كمل الفريق رفقكم حتى للعشرة نتاع الصباح. باش نحكيو على موضوع وطني وملف وطني مهم، ملف شركة فوسفات قفصة تحسن الانتاج ب 600,000 طن مقارنة بسنة 2023. هذا ما أكده مدير عام شركة فوسفات قفصة لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم. وقال مدير عام الشركة عبد القادر العميدي أنه استئناف نشاط مغسلة الرديف يوم 26 أكتوبر نهار السبت اللي فات يعتبر حدث مهم بالنسبة للشركة، وقال أنه هالحدث هذايا باش يساهم في معدل إنتاج في المغسلة يوميا بنسبة 2000 طن من الفوسفات التجاري، وتحتوي على مخزون من نفس المادة ب 1.4 مليون طن جاهزة باش يتم نقلها إلى معامل المجمع الكيميائي ومعمل تيفات من أجل تحويلها. وقال زيدا أنه الشركة شهدت تحسن على مستوى مؤشراتها الكل خلال شهر سبتمبر، والإنتاج اليومي في شهر أكتوبر عرف إنتاج يتراوح بين 10,500 طن إلى 12,000 طن يوميا من الفوسفات التجاري. وذكر أنه مخزون الشركة وإنتاجها منذ سنة 2011 يتراوح المعدل بين 2.5 و 3.9 مليون طن، لكن تم تحقيق إنتاج في حدود 2.5 مليون طن سنة 2023، وفي 2024 التوقعات تشير إلى تحقيق إنتاج بحوالي 3.1 مليون طن بزيادة بنحو 600,000 طن مقارنة بالسنة الماضية. وأكد كذلك مدير عام شركة فوسفات قفصة أنه تواصل تعطل مغسلة الرديف والإشكاليات المطروحة على مستوى قطاع الغيار ترهل بعض آليات الإنتاج، هو اللي حال دون تحقيق تطور كبير في حجم الإنتاج. ومع عودة مغسلة الرديف ننتظر أنه حجم الإنتاج يتطور إن شاء الله من أجل كما قلنا هو إنتاج وطني، هي ثروة وطنية الفوسفات، تساهم في التنمية، تساهم كذلك في النهوض بالاقتصاد الوطني. كان الفوسفات يدر مداخيل هامة على بلادنا، خاصة أنه ضيعنا فرصة للأسف خلال السنوات الفارطة اللي ارتفع فيها سعر الفوسفات على المستوى العالمي، من أجل أنه فوسفات تونس اللي يعرف بجودته العالية اللي كذلك يشهد إقبال كبير من عدد من الدول، ضيعنا فرصة من أجل أنه فوسفات تونس يحقق مداخيل ويدر مداخيل بالعملة الصعبة هامة على تونس بسبب إشكاليات في الانتاج، بسبب اشكاليات في النقل، بسبب ملفات اخرى تتعلق ملفات اجتماعيه وغيره. اليوم بعد عوده مغسله الرديف، بعد عوده نقل الحديدي للفوسفات، زوز اجراءات مهمه صاروا تقريبا في اسبوع. ان شاء الله يعود فوسفات تونس الى بريقه ويعود الانتاج وتعود مساهمه هذه الثروه الوطنيه في الاقتصاد الوطني. احنا نواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح، نخليكم مع الموسيقى، ما تبدلوش موجتنا، هنا راجعين.